مشاهدينا الكرام عبر شاشة وراديو زهرة العرب، معي ومعكم الآن الأستاذ الدكتور إبراهيم ريحان، أستاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري جامعة المنوفية. دكتور إبراهيم، يعني حاجة جميلة جدا، كلية الطب البيطري جامعة المنوفية من الكليات الجميلة داخل محراب جامعة المنوفية. ماذا عن هذه الكلية الجميلة؟ وطبعا يعني عايزين نعرف مسيرتك في هذه الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية بحب ارحب بسيادتك والسادة القائمين على البرنامج، وكل عام وحضرتك والأمة الإسلامية بخير وسلام، ورمضان كريم علينا جميعا، وعلى السادة مشاركنا في الوطن السادة المسيحيين بقدوم العيد الميلاد المجيد ليهم. كل سنة وحضرتك طيبين. بداية هي طبعا كلية الطب البيطري بشبين الكوم جامعة المنوفية، تعتبر كلية محورية ماسكه يعني جزء كبير جدا من الدلتا، وعندنا الطلاب اللي موجودين في من الغربيه، منوفيه، كفر الشيخ، يعني في محافظه البحيره، بتضم يعني عدد كبير جدا من الاقاليم والمحافظات المجاوره. كليه الطب البيطري شبين الكوم عندنا طبعا في الكليه القطاعات الثلاث، قطاع شؤون الطلاب وقطاع الدراسات العليا وقطاع البيئه والمجتمع. الثلاث قطاعات دول بيخدموا الخريج بحيث ان هو يكون خريج مؤهل لسوق العمل المحلي وبرضه الدولي، بحيث يبقى عنده الكفاءة و يعني التولز اللي تأهله ان هو يقدر يواكب العمل في الكشف على الحيوان وتنمية الثروة الحيوانية، سواء الثروة الحيوانية من الماشية والقطعان الأغنام أو الثروة الداجنة. عندنا في الكلية بعض القطاعات اللي بتخدم الطالب أو بتخدم الأهالي أو المواطنين أو الفلاح أو المربيين، قطاع استشارات وخدمات بيطرية، وده يعتبر عندنا قطاع ذو طابع خاص، لأن هو بدأ طبعا بسعر رمزي وبدأ إن هو ينتشر ويعمل شغل كويس جدا. وبنرحب بأي يعني أي حد عنده مشكلة مع الحيوان أو مش قادر يتابعه أو عنده مشكلة مرضية بيتابع معانا، وعندنا ستاف كامل من الناس المتخصصين في الـ التخصصات الكلينيك او تخصصات المستشفى. وبنبدا لو العمليه تستدعي عمليه جراحيه، عمليه ولاده. الغرض من القصه دي كلها ان احنا تماشيا مع توجهات الدوله في مبادره حياه كريمه ان احنا ننمي الثروه الحيوانيه، ودي جميل جدا يا دكتور ابراهيم، تنميه الثروه الحيوانيه من مبادره حياه كريمه ومبادره فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الاهتمام بها من خلال النهوض بالاقتصاد القومي والتنمية. تمام تمام هو حضرتك يعني مفهوم المبادره، عشان برضو المشاهدين يبقوا متابعين معانا، مفهوم مبادره السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي لتطوير الانتاج الحيواني، دي طبعا يعني بدات كمشروع قومي تبنته الحكومه لتحسين سلالات محدده من الابقار. السلالات ديت كانت يعني انتاجها من اللبن انتاج وفير، وانتاجها من اللحمه انتاج ذو جوده عاليه. احنا بنحاول ان احنا نعزز من هذه السلالات للوصول بالتدريج الى الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء، والتوسع من هذه السلالات حتى يتم تعزيز الانتاج والاقتصاد القومي. فكانت تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا ننمي الثروه الحيوانيه والاهتمام بهذه السلالات، ويبقى في جهد متواصل يكون له مردود اقتصادي ومباشر على المربي وتحسين الدخل ليه، والمساهمه طبعا في رفع الانتاج والسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائيه ذات الصله من اللحوم وبالنسبه الألبان. فكانت يعني الثلاث مؤسسات او الثلاث هيئات المسؤوله عن هذه المبادره حياه كريمه، وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، مجلس امناء مؤسسه مصر الخير، ودي كان لها خبره سابقه حوالي 10 او 15 سنه في النهوض بالانتاج الحيواني، زائد البنك الزراعي. هنا احنا عندنا يعني الوزاره ممثله في الزراعه، وفي برضو يعني مجلس امناء مصر الخير والبنك. فهم هنا كانوا بيدوا للمستثمرين طبعا بضمان الحيازه، او لو عنده رخصه حظيره او رخصه مزرعه، المهم هو بيتوجه بان هو عنده قاعده او عنده يعني راس مال، وبيدوا له على حسب طبعا بيتعمل معاينه من لجنه ثلاثيه خاصه بالطب البيطري وبالزراعه ومندوب بالبنك، وبيروحوا يشوفوا الضمانات الفعليه اللي ممكن المربي دوت يقدمها، وفي مقابل كده هم بيدوا له مبلغ او بيدوا له حيوانات على حسب ما هو بيتراءى ليه، وبيعمل معاهم عقد
العقد دوت بيبقى ساري لمده 6 شهور كدوره اولى او لمده سنه ويمشي عليه دورتين. وطبعا هو بيستهدف الفئات اللي هي من صغار المستثمرين او الناس اللي هم الاسر اللي هي عندها يعني بتعول اطفال، يعني هي يعني في احتياج لهذا المشروع. وبتبدا ان هي هذه المؤسسات تخدم المجتمع المدني والجهاز المصرفي بيدخل بياخد ضماناته، وبعد ال6 شهور بتبقى الفايده 5% من قيمه القرض اللي خده المربي دوت، 5% في السنه يعني 2.5 كل 6 شهور. فطبعا ده، وبرده في نقطه يا استاذ محمد انا عايز الفت نظر سياده المشاهدين عليها، ان لو لا قدر الله طبعا اي مشروع قابل للمكسب والخساره، فهو لو بالتأكيد بالفعل يا دكتور بالتأكيد ده حاجة جميلة، يعني إن أنت بتقول قابل يعني للخسارة أو المكسب. انا كنت عايز اتكلم في نقطه ان هو قابل للمكسب، فكده المربي او الفلاح والدوله هيستفادوا. طب هستفاد. بالنسبه للخساره، بالنسبه للخساره هو بيجي يقول سبب النفوق كذا 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 كذا، وبياخد هو من الدوله ثمن الهجل تاني. تعويض. يعني هي يعني الدوله مش بتعاقبه على مثلا اهماله، لان كده النفوق بتعوضه. غصب عنه، يعني هو ماشي مع لجان الارشاد وماشي مع المديريات وماشي مع هيئه الخدمات البطاريه وبيتابع معاهم، وحصل معاه تعثر في حاجه معينه، مرض شوطه جت عنده يعني هددت القطيع بالنفوق، فبيخطر هو الجهه المختصه ويعرفهم وينزلوا يعاينوا وبيدوا له المقابل المادي ليه. وده ما ده ما يعني ما يلقوش ان هو حتى لو بالفرد خسر في اول دوره انه يكمل تاني معاهم، واللي فات ده يعتبر ما فيش اي مشكله فيه، ما تحطش ليه ان دي مثلا بلاك ليست او نقطه مش كويسه وفي، لا عادي خالص، الدوله بتساعد المربيين ان هم ينهضوا بالاقتصاد. وكانت المشكله الاساسيه في الموضوع ده برضو ان هم كانوا بيدبحوا يعني العجول والعجلات اللي هي بتبقى سنها صغير، يعني عند 90 كيلو يوم يدبح لان المربي مش قادر ياكل او ما عندوش الارض الكافيه او مش قادر يدي كوز بيثمن يطلعه على 450 كيلو. فالهدف هنا ان حصل انهيار بقى للثروه الحيوانيه بعد تعويم الجنيه، وبعد ما دخلنا في السوق الحره ما بقاش عندنا اكتفاء ذاتي لا مصادر الطاقه من الذره ولا مصادر البروتين من فول الصويا، حصلنا عجز كبير جدا. فكانت توجهات الدوله هنا انها تقف مع المربي وتقول لا ما تدبحش على اعمار صغيره، لا كمل معانا واحنا معاك وايدينا في ايدك ان احنا نكمل معاك ونديك الفلوس اللي انت عايزها، وبرضه هنتابع معاك لو انت عندك مشكله في تركيب العليقه، عندك مشكله في المركزات. هم على فكره بينزلوا يدوا دورات عشان برضه يوعوا الناس ان انتوا لو بتشتغلوا غلط او بتاكلوا غلط او بتستسهلوا بتدوا مثلا برسيم وما بتدوش مركزات، عشان مركزات مثلا غاليه، لا في بدايل، في مثلا كسر البسله، كسر الفاصوليا، دي كلها حاجات من يعني نتيجه الغربله او غيره، يعني في بعض الطرق اللي بيها ان انت ممكن تخفض ثمن التغذيه. التغذيه طبعا دي يعني بتكلف المربي حوالي 75% من قيمه الحيوان نفسه. فهم هنا لجان الارشاد لازم المربي عشان الدوره تكتمل وعشان الرؤيه تكتمل ليه لازم يتابع، ما يكتفيش بس ان هو ياخد القرض ويحتفل بحته ان هو كسب النسبه وان في ارباح، احنا عايزين استمراريه. والموضوع ده بدا من يمكن 2016 وكان بادئ بس على حوالي 1 مليون جنيه في مشروع البتيلو، انتشر لغايه يمكن اواخر 2021 وصل يعني الفلوس وصلت لحوالي 6 مليار و4 من عشرة، والمستفيدين وصلوا حوالي 70 الف واحد يعني مستفيد، وطبعا الموضوع في تزايد لان الموضوع مربح. فيعني الموضوع كويس ان الدوله بدات يعني هي موجوده طبعا وبتبذل قصارى جهدها في الموضوع ده، ولكن هي مديها اهتمام اكتر بتنميه الثروه الحيوانيه. يعني والله حاجة جميلة جدا، رعاية الدولة ورعاية حضرتك، وطبعا يعني تنمية الثروة الحيوانية حاجة جميلة جدا جدا. مصر جميلة والله يا دكتور إبراهيم، وأتمنى الحمد لله طبعا. خلال يعني أخيرا ماذا تود أن تقول من رؤية للمستقبل، يعني حاجة جميلة أنت اديتنا رؤية جميلة جدا، وتقول للمشاهدين الآن إيه؟ والله يا فندم يعني احنا نتمنى طبعا ان احنا نشوف مصر الخير ومصر الانتاج ومصر الجديده في شكل كبير جدا في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والاداره الحكيمه للجامعات المصريه كلها، واي حد صاحب منفعه بالحيوان ان هو يولي جهوده لهذه يعني هذه النقطه، من بحث علمي، من اجراءات تطبيقيه، من متابعه. احنا عندنا الرقعه الخضراء في الدلتا تتعدى ال 50 مليون فدان، فدي يعني مساحه كبيره جدا. مساحه كبيره. احنا النهارده بنحاول نستصلح او نعمر، ونحاول يعني الدوله بتدي قروض للناس عشان يبداوا يوسعوا في الثروه الحيوانيه. وبعدين اهم حاجه
ان طالما في امن غذائي، وطالما احنا النهارده بنقلل الفجوه ما بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، وبنوفر فرص عمل للفلاح او المربي الصغير اللي هو يعني ظروف الدوله ويعني وظروف البلد طبعا في عدد كبير جدا ما يعني، لا احنا النهارده بنوفر لهم اهو فرص عمل لسائر المربيين. السيده اللي هي طبعا يعني زوجها توفى او عندها اولاد، دي برضو تقدر ان هي تدخل في القرض دوت، واحنا ودي حاجه استفاده كبيره جدا ليها من اجل تنميه الانسان، من اجل تنميه البيئه اللي بيعيش فيها. طبعا ده في الاول وفي الاخر بيعود بالنفع على صحه المستهلك اللي هو كنت انا ضيفا وحضرتك. عزيزا لينا عبر اثير راديو زاره العرب وشاشه راديو زاره العرب الاستاذ الدكتور ابراهيم ريحان، استاذ بقسم الرعايه وتنميه الثروه الحيوانيه بكليه الطب جامعه الطب البيطري جامعه المنوفيه. شكرا لحضرتك وشكرا للاهتمام الكبير اللي بتقوم به الدوله من خلال حياه كريمه يا دكتور ابراهيم. أشكر سيادتك وأشكر السادة القائمين على البرنامج وأشكر سيادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير، وبشكر طبعا جامعتي جامعة المنوفية والسيد الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والسادة النواب وعميد كلية المحترم السيد الأستاذ الدكتور أحمد الفيومي والسادة الوكلاء، وبشكر حضرتك وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. تحياتي محمد سعد الإعداد والتقديم.